السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم راح نعملو قاطو الشهدة أو حلوة الشهدة، لكن راح ننفذوها اليوم في تشارك معسل، يعني نديرو تشارك معسل وراح يكون فيه النقش تاع الشهدة. لمقادير وصفة اليوم نحتاج عندنا 380 غرام من الفارينة أو الدقيق الأبيض، عندنا 100 غرام أيضا من المايزينا. كالعادة راح نمدلكم الآن المقادير بالغرام، وأثناء التحضير إن شاء الله راح نمدلكم بالكيل. عندنا 200 غرام خليط السمن وزبده وزيت، نديرو نصف الكميه تاع السمن والنصف الباقي نديرو بين الزبده والزيت. عندنا ايضا قليل من ماء والماء الزهر، يعني الخليط تاعهم باه نعجنو به. عندنا ايضا رشه ملح، 40 غرام من السكر العادي، حبه بيض، 10 غرامات من الفانيلا. فيما يخص الحشو نحتاجو اللوز او الكاوكاو اللي يكون متوفر عندكم، عندنا 350 غرام، ونحتاج ايضا 200 غرام من السكر العادي. نجوز الان نشوفوا طريقه التحضير. راح نبدا الان في تحضير الحشو. راح ناخذ 3 كيلات من اللوز، عندنا 3 كيلات من اللوز، يعني هنا عملنا 2 وهذا الثالث. لاحظوا الكيلات تحكم كيفاه تكون، لازم تكون ممسوحه. راح نعاود نطحن الكيلات على السكر. راح نضيف الان الكيلات على السكر اللي كنا طحناها. عندنا 10 غرامات من الفانيلا، هنا راح نعملو 5 غرامات، يعني نصف الكميه، ونصف الاخر راح نخليه للعجين. راح نضيف ايضا 1 صفار بيض، يعني الحبه تاع البيض، نخلو البياض بجيه ونخدمو فقط بالصفار. ملاحظه فقط بالنسبه لصفار البيض، تعملو 1 صفار البيض لما يكونوا 3 كيلات تحكم تاع اللوز من 500 غرام تاع اللوز او اقل. يعني اذا كانوا 3 كيلات تحكم اكثر من 500 غرام، مثلا 600 او 700 او 1 كيلوغرام لوز، تعملوا فيهم 2 صفار بيض. راح الان نضيف لهم القليل من خليط الماء والمزهر. بعد اللي طميت العقده نتاعي بقيت نعجن فيها لمده 5 دقائق، لازم تعجنوها. لاحظوا القوام تاعها كيفاش يرجع. الان راح نغلفها بكيس بلاستيكي وراح نخليها في الثلاجه ترتاح. بالنسبه لطريقه التحضير كالعاده لازم نغربل المكونات الجافه. راح ناخذ الكميه تاع الفارينه اللي هي بالكيل، عندنا 3 كيلات، يعني بنفس هذا الكوب نعمل 3 كيلات فارينه. نزيدوا عليهم ايضا الكيله تاع المايزينا. عندنا ايضا 2 ملاعق اكل من السكر الرطب، يعني سكر غلاس، ونضيف ايضا نصف الكميه تاع الفانيلا، وعندنا ايضا رشه ملح. راح نديرهم الان في اناء. راح نضيف لهم الان الكيله تاع ليدام، يعني نعملو كيله تاع خليط السمن وزبده وزيت، يكون فيها نصف الكيله تاع السمن ونصف الباقي تقسموه بين الزبده والزيت. اذا ما عندكمش السمن تقدروا تستعملوا الكيله كامل تكون زبده، لكن تتخلصوا من الماء اللي يكون في الزبده. لازم الفارينه تشرب لنا كامل الكميه تاع ليدام اللي عملناها. نضيفوا بياض البيض، ونضيف ايضا القليل من خليط الماء والمزهر. هكذا نبقى نضيف لها غير بشويه الماء والمزهر. لاحظوا القوام تاع العجين تاعكم كيفاه يكون، لازم العجين يكون شويه طري. الان راح نخلي العجين تاعي جانبا يرتاح على الاقل نصف ساعه، من بعد ان شاء الله نبداو نخدمو به. لاحظوا القوام تاع العقده نتاعنا بعد اللي خليناها ارتاحت، شوفوا راهي عاودت نشفت، يعني عاودت تشربت السوائل، ما تخدموش بها هكذا مباشره. راح نضيف لها قليل فقط من ماء والمزهر هكذا، وراح نعاود نعجنها، يعني ما تخدموش بها وهي يابسه، لانها راح تتلوى لكم لداخل في العجين. دائما لازم القوام تاع الحشو نتاعكم مع العجين يكون عندهم نفس القوام. لاحظوا راح نزيد له ايضا، يعني راح تشرب مليح، يعني قد ما شرب لكم السوائل راح يكون مليح، لانه السكر تاعكم راح يذوب، وايضا راح تحصلوا على العقده تاعكم تكون معلكه. الان راح نوزنها كريات، راح تكون الوزن الواحده فيهم 20 غرام. بعد ما ارتاح العجين شكلوه على شكل كريات، يكون الوزن الواحده فيها بين 30 و 35 غرام. ناخذ القليل فقط من الفارينه وراح نفتحها. بالنسبه للطريقه اللي تفتحوا بها العجينه، يعني حبيتوا تعملوها الشكل الدائري او الشكل المستطيل، الاثنين راح يعطي لكم نفس النتيجه. راح ناخذ الحشو نتاعنا هكذا، ما نخلوش الحشو نتاعنا يوصل للاطراف. نرد العجين الان ونعاود نقفل على الحشو نتاعنا هكذا، نزيدو ايضا ندوروها، والان نعاودو نقفلوها فقط.
هكذا قفلوها مليح. راح نبدا نخدم فيه الان، ودائما ما نضغطش عليه في الوسط بزاف، يعني نستعمل الايدي تاعي هكذا، يعني نخدمه في الاطراف اكثر شيء. المنطقه اللي كنا قفلناها راح نديرها في الاسفل، من بعد راح نحط الابهام تاعي في الوسط، يعني الاثنين هكذا في الوسط، ونبدا نرد في العجين هكذا. راح ناخذ يعني النقاش نتاعنا، واش نعمل الان؟ واش راح نعمل؟ راح نحكم المنتصف تاع الحبه نتاعنا بالتقريب، راح يكون هنا المنتصف. راح نعمل خط على كامل الحبة نتاعنا بهذه الطريقة، ما راحش يهمني الشكل تاع الخط هذا، لأنه راح نتخلص منه في الأخير. نعاود نفتح القرن نتاعنا بهذه الطريقة اللي راح نخدمو عليه، اللي يخدم باليد اليمنى يفتح هذا، واللي يخدم باليد اليسرى يفتح هذا. راح نبدأ نعمل أول خط، نحكم اللقاط نتاعنا ونبدأ نخدم فيه، يعني نحكم العجين ونقرص ونديروه موازي للخط الأول اللي عملناه هكذا. لاحظوا هذا الخط الأول اللي عملناه اللي راح تبدأ منه الخدمة. الآن احنا خدموا الخط الثاني، وهذا هو الأساس في هذا التزيين. يعني إذا فهمتوا الخط الثاني كيف هنحطوه، يعني كل العملية حتجيكم سهلة. لاحظوا معي، احنا نستعين الآن بالقليل من الفارينة في الملقط. هنا راهي كاينة حفرة، انتم تبدأوا منها من الأسفل، أنا حنوريكم في الوسط، يعني بنوصل لكم الفكرة. لاحظوا عندي العجين هنا وعندي العجين هنايا، يعني الحفرة في الوسط والعجين في الأطراف توحها. عند كل طرف تاع العجين ندير نقطة هكذا، وهذه نقطة، لأنه السطر الثاني اللي نعملوه لازم الحفر هذو يجوا مختلفين، ما يكونوش في نفس المنطقة. راح نحكم اللقط نتاعي نفتحه، يعني بالفتحة تاع هذوك النقطتين، ونقرص ننزع اللقط. الان هي عندي هذه الحفره الثانيه، لاحظوا العجين تاعها هذا اللي منا راه في الحفره هذه، والعجين الثاني اللي بقى من الفوق ندير عنده نقطه، ندير اللقطه تاعنا في الحفره هذه ونجبد العجين. اذا كنت لاحظوا يعني الحفر تاعي ماهمش نفسهم، راهم مختلفين. نزيد ايضا لاحظوا راه كاين العجين هنا ندير عنده نقطه، وكاين العجين هنا ايضا ندير عنده نقطه اخرى. نزيد منا نفس الشيء هكذا، ونزيد اخر وحده منا. واش نعمل الان؟ بقنا هذا تاع الوسط. تاع الوسط كيف نخدموه؟ اذا راكم تلاحظوا كل حفره عندها قطعه عجين من ذي الناحيه وقطعه من الناحيه الثانيه، نقرص هكذا، يعني شوفوا لاحظوا نقرص هكذا. من بعد واش نعمل؟ نقلب اللقاط ونقرص هكذا، الاولى قرصتها في هذه الجهه، الثانيه نقرصها في هذه الجهه. نزيد ايضا هذه، لاحظوا هذه نقرصها منا وهذه نقرصها منا. يعني عملية سهلة، تبعوا فقط المراحل. نزيد الخط الثالث بنفس الطريقة، لاحظوا راه عندي العجين ندير عنده النقطة، وعندي عجين هنا ندير عنده النقطة، يعني وين نصيبو العجين تاعنا نديرو النقاط. من بعد بين كل نقطتين نجبد العجين فقط للوسط هكذا. نزيد ايضا هذا الخط على الوسط، نبدا نقرص فيه ونعكس فقط النقاش تاعنا، يعني فقط تخدموا الحبه الاولى ومن بعد ما تعملوش هذو النقاط. هذو النقاط راني نعمل فيهم بالنسبه للناس اللي عمرها ما خدماتو. بلا ما ديروا النقاط تولوا تخدموا. لاحظوا مثلا هذو الاثنين متقابلين، نفتح اللقاط تاعي هكذا ونقرص، يعني الخدمة تولي تمشي هكذا. وبنفس الطريقة دائما نعاود نمر في الوسط ونخدم الحلوة تاعنا. الآن راح نوريكم في آخر المرحلة كيفاش تخدموا. يبقوا عندكم هنا ثلاثة عيون، يعني واحدة اثنين ثلاثة. راح نبدأ نقرص كل اثنين مع بعض، واحدة اثنين وهذه ثلاثة، راح يبدأوا عندنا زوج عيون هنايا. نزيد ايضا وحده ونزيد اثنين. الاخيره هذه هنا كيف تخدموها؟ ما نقرصهاش هكذا، يعني حنميل اللقاط نتاعي الاسفل. لاحظوا يعني نحكم هذو النقطتين ونقرص في الوسط. اذا كنت لاحظوا هذا الخط اللي عملناه في الوسط يعني ماهوش متجانس مع الحلوه نتاعنا، لازم نتخلصوا منه. كيف نحو هذاك الخط؟ كل عين
احنا نقرصها مرتين بشكل متعاكس. لاحظوا الاولى نقرصتها هكذا، الثانيه نقرصها من. لاحظوا الان الشكل كيفاه يكون متجانس. بقات الان اخر خطوه، راح نرفع الحبه نتاعنا يعني بواسطه الاصبع فقط نجبدوا القرن نتاعنا للوسط بهذه الطريقه. لاحظوا ما شاء الله في الشكل في الاخير كيفاه يكون. بعد اللي كملت حضرت الحلوة تاعي خليتها جانبا ارتاحت حوالي 3 ساعات، يعني تخلوها تنشف. اذا كنت تلاحظوا اللون تاعها راه تغير. وهنا خدمت زوج انواع، خدمت هذا النوع 35 غرام في العجينة، وهذا النوع درت فيه فقط 30 غرام في العجينة، يعني اذا حبيتوا الشكل الصغير او الشكل الكبير. الان راح ندخلها للفرن على درجة حرارة 200 درجة، نخلوها حتى تاخذ اللون الذهبي. رانا كملنا حضرنا الحلوة نتاعنا، ولاحظوا اللون تاعها كيفاه يكون، ما يكونش داكن بزاف، يعني ديروه خفيف. في نفس الوقت راني حضرت العسل. بالنسبة للعسيلة رانا حضرناها من قبل، راح نخليكم إن شاء الله الرابط تاعها في صندوق الوصف، وفي آخر الفيديو إن شاء الله حتلقاو أيضا الفيديو نتاعها. وراح نبدأ نعسل في الحلوة نتاعي. بعد ما كملنا حضرنا الوصفة نتاعنا، شوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي راحين تتحصلوا عليها. إذا راكم تلاحظوا يعني الثقوب نتوعنا اللي عملناهم ما تغيرش الشكل نتاعهم، وهذا راجع لأنه العجين تاعنا خليناه ريح مليح قبل ما نبداو نخدموا عليه، وبعد اللي نقشنا الحلوه تاعنا خليناها نشفت مليح قبل ما نطيبوها. راح نقسم حبه في الوسط. بسم الله، شوفوا الله يبارك، يعني بمجرد ان نحط يدينا فقط تولي تنقسم وحدها. لاحظوا الداخل كيفاش تكون معسله. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.